والأنبياء بدأوا بهذا الأصل العظيم وهذا الركن الركيب من من التوحيد. يبدو بالتوحيد طوال، لأنه إذا صلحت العقيدة، إذا صلحت العقيدة تصلح بقية الأعمال إن شاء الله تعالى. لكن العقيدة خربانة تاني ما ترجع خير. زين عقيدته خربانة، عقيدته في قبر ده تاني ما ترجع منه خير. عقيدته خربانة زين عقيدته في ميت ده ما ترجع منه خير، لأنه أعظم شيء وهو التوحيد تخلف عنه، فمن تخلف عن التوحيد فقد تخلف عن كل خير. لو تخلف عن التوحيد تتخلف عن يعني خير عظيم. والتوحيد درس رأس المال، وهذا هو الأساس الذي تنبني عليه جميع الأعمال. الإنسان لو صلى وصام وحج إلى بيت الله الحرام ولكنه كان يعتقد في غير الله فلا عبرة في هذه الأعمال. والله ربنا قال، ربنا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ربنا قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم. عندهم سعي في الدنيا، يأكل كسرة، يحفظ قرآن، يزوج العزابة، برضه ما عنده قيمة، لأنه يعني له عقائد شركية وله عقائد باطلة كاسدة فاسدة. بعثت بالسيف بين يدي الساعة. وشوف الدعوة يعني الأنبياء إنما صادموا أقوامهم وقاتلوهم وحاربوهم من أجل دين الله عز وجل ومن أجل توحيد الله عز وجل. ما في نبي يعني قاموا عادوه من أجل مال ولا جاه ولا سلطة ولا غيرها من أمور الدنيا، وإنما السبب الأعظم والسبب الأول هو التوحيد. الناس دائرة تعبد الآلهة الكثيرة، والنبي والرسول يجد قومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أبدا أن يقول لهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت كل ما عبد من دون الله، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن عبد له راض. زي ذكر لك أخونا هسه قبل شوية قال وقل يا مريدي حافظا لعهودنا أكون حاضرا ميزان يوم الواقعة، قال مريدي تمسك بي وكن بي واثقا ليحميك في الدنيا ويوم القيامة. وكذب والله لا في الدنيا يحميك ولا في الآخرة يحميك. أوعد بغشة تخش لك طريقة من الطرق الصوفية يقول لك نحن أبونا ما دام أبونا الشيخ ده فيه عاية تاني ما وأبونا الشيخ ده فيه والله إحنا ماشيين بأجاهه وماشيين بأنفسه. والله الشيء جاي في البلد دي أنا ما بعرفه، لكن أبونا الشيخ بيعرفه. زي ما قال هذا المدعو اللمين الجاهل الضال المضل، جاهل بدين الله وجاهل بتوحيد الله وجاهل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي يدبر الأمر؟ من الذي يحيي الأموات؟ من الذي يرزق الحي الأحياء والذي يرزق الحيوانات؟ من؟ الله المسير الكون منه. ربنا قال في سورة الملك وما أظن يكون قرى سورة الملك بفهم. ربنا قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الرزق حق منه؟ حق الله. حق أبوك الشيخ العالمين؟ ما حق أبوك الشيخ. الرزق حق ربنا. ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. ربنا قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. لكن ده جاهل بيفهم منه. هذا الجاهل الذي يدعي أنه من أهل الله ومن أهل العلم وهو أجهل مخاليق الله بالله. بعثت بالسيف بين يدي الساعة ليعبد الله وحده لا شريك له. أيوة لابد يعبد الله وحده لا شريك له. فكل ما عمد مع الله عز وجل لا قيمة لعبادته ولا وزن لعبادته ولا يستحق أن تصرف له يعني مثقال ذرة من العبادة، لأنه مخلوق والمخلوق لا يعبد من دون الله، بل الذي يعبد هو الذي خلق
ربنا قال في سورة الأحقاف: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، ربنا يخاطب الجهلة البلاد غير الله، يخاطب الجهلة الذين توكلوا على غير الله، بخاطب الجهلة الذين اعتمدوا واعتقدوا في غير الله، ربنا يخاطبهم بالآيات. قال لهم: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، وروني الله يا جماعتكم ذات البلدادون مع الله ذات عبد الرحيم الزريبة والمقاسي والبدر والسماني والتجاري، ربنا قال لهم أروني ماذا خلقوا من الأرض. انت لقى في واحد من الأولى بتاعنا الصوفية المزعومين أولياء الشياطين خلق حاجة في السماء؟ أبدا ما عنده حاجة. يا ذلك من يدير الدنيا خيط ما في بينا قبته، يبقى عنده حاجة كيف؟ ربنا قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ربنا قال لي بيخاطب ديال، قال لي والبدادون ديال وروني خلقوا شنو من السماء، خلقوا شنو من الأرض ولا حاجة. ربنا بعديها طوالي قال: ومن أضل، أي لا أضل، لا تعرف أضل زل، أضل من شفتة آمن يعني شهوات، وأضل من غير من الكفر والملاحدة الذي يدعو غير الله عز وجل. ربنا يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. تكوارب تنبح حلقك الكدة، ربنا قال لك ما بيسمع، ربنا قال ما بيسمع، انت تقول لي لا بيسمع. وعبد الرحيم الزريبة كإمام في هذه البلاد من أئمة الضلال يخالف القرآن بالقصائد، أصل عنده دليل لا من القرآن لا من السنة، يخالف القرآن والسنة بالقصائد. ربنا يقول نادونينا، وربنا يقول ادعونينا، وربنا يقول توكلوا علي، وربنا يقول أنا ابنها والذرية. عبد الرحيم الزريبة يطلع قصائد يعارض كل هذه المسلمات في دين الله عز وجل بأشعار. أمسك الدعاء، الدعاء أي زول مسلم بيدعو الله مناه، أي زول مسلم بينادي الله مناه والله مكفيه. ربنا قال: أليس الله بكاف عبده؟ لكن عبد الرحيم الزريبة ما يعرف تعبد الله مناه، داير يتعاون معاه وشيوخه. قال: إنها خطب في البلاد نزيل، فقل يا ولي الله إسماعيل. تبا لهذه العقائد، وتبا لمن يعتنق هذه العقائد، وتبا لمن يروج هذه العقائد، وتبا لمن يدافع عن هذه العقائد الكاسلة الفاسدة التي لا علاقة لها بكتاب الله. تدير الصوفية، صوفية نشروا الدجل، نشروا الشرك، نشروا البدع، نشروا الخرافات، نشروا الإلحاد، نشروا الزندقة، نشروا الدياسة، نشروا عدم المروءة، نشروا ونشروا، نشروا الدين، نشروا نشر لأن مشاء قطعوا الدين، نشروا قطعنا قطرة. ربنا يقول: لا تكونوا من المشركين إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من بلد فرحون. ربنا قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس قالوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ده القرآن الواضح، ده القرآن البين، ده القرآن الذي أنزله الله على رسول الله ليخرج من العباد من الظلمات إلى النور، ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. شاكدة على التوحيد، كثير من الناس ما يرضى الكلام في التوحيد، الأخوان المسلمين ما يرضوا الكلام في التوحيد، الشيعة ما يرضوا الكلام في التوحيد، الصوفية بكافة طرقهم ما يرضوا الكلام في التوحيد، حزب التحرير ما يرضى الكلام في التوحيد، ما أعرف لك حزب كل فرق الضلال لا ترضى الكلام في التوحيد. ليه؟ لأن التوحيد هو سبب كل خير وسبب الإصلاح، ودال دارين يلملموا الناس زي الأخوان المسلمين. الأخوان المسلمين كفرقة منحرفة يلموا الناس بغنى بموسيقى بمسيرات بمظاهرات يعني حفلات، يلموا الناس يقول لك لا كلنا واحد. ممكن تلقى نصراني مع جماعته، والله قبل فترة شاهدت صورة الأب ساوز في نفسه وفرج جوا وزير الشهيد بتاع الأخوان المسلمين في جارة جوا أبو صليب اللي بيقول الله تعالى الثلاثة اللي بيقول الله عنده ولد. وربنا قال في القرآن: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. التوحيد وريك حقيقة الجماعة ذلك إنها عقيدة فاسدة،
عقيدة باطلة لا تواليهم ولا تحبهم ولا تقربهم وقد أبعدهم الله. ربنا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ده الدين وده التوحيد الذي بعث الله عز وجل به الرسل. قال ليعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصلاة على ما خالف أمري. فكل من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فله نسبته من الذل والصلاة بقدر مخالفته للنبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند أبي داود في السنن قال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرق وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الذل إنما يأتي مخالفة رسول الله. قال الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. لذا الأمة تشهد السيادة والريادة وقد خالفت كتاب ربها وسنة نبيها بأن أدخلوا ونسبوا إلى الدين الشرك. ضعفوا الدين الصوفية نسبوا الشرك للدين والدين بريء من هذه الطرق. الصوفية دخلوا في الدين البدع والدين بريء من هذه البدع. الصوفية أدخلوا في الدين الحليات والرجبيات والنوبات والدلاليك والكشاكيس والدراويش والدين بريء من هذا. الأخوان المسلمين دخلوا في الدين دخلوا الموسيقى. يعني يقول لمبيع الناس الموسيقى أقبل على دربنا إن كنت حيوانا وغيره. أدخلوها والدين بريء من هذه المعازف وبريء من هذه التحزبات التي يفعلها هؤلاء جماعة التبليغ في الأضالة كذلك. يعني خالفوا الأصل العظيم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والتوحيد واعتنقوا الطرق الصوفية الأربعة القادرية والنقشبندية والسهروردية والجشتية واجعلوها دينا يدينون الله به وخرجوا على بدعهم بدعوة دعوة الناس إلى دين الله. قلت ذا الجاهل تبتد شنو وفاقد الشيء إلى يعطيه كما يقال. عشان كده قال وجعل الذل والصلاة على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. ومن تشبه بقوم فهو منهم. والتشبه وقع لقول النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله. قال فمن يعني من غيره. الليلة تلقى الواحد لابس ثوبا فرد كرمك الله لا تعرفه لبسه بيزير لا تعرفه لبسه بشنو يحير الله وخاتي ولك تحيط همشي ويقع تشنو يقول لك دلمور. وتلقى الواحد حالك حلالة عامل له قنبور في دافوخه ده شنو يقول لك ده ديك. وقال انت ربنا خلق البني ادم سوي نفسك ديك ليه. وتلقى البنت نفسها ليها بنطلون ولابسها ليها ما عارف ايه وخلاص. وكل هذا من التشبه بالكفار والتشبه باليهود والنصارى. الملابس والحلاقات والمشي والحركات والاغاني والضلال الذي وقع فيه كثير من الناس الا من رحم الله. فكل من التشبه. علينا الناس غافلة ويعظم التشبه الذي تشبه به اليهود والنصارى الذي شبه به المسلمون اليهود والنصارى البناء على القبور والبناء او المساجد على القبور. عشان كده النبي عليه السلام قال لعنة اليهود على لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قال امنا عائشة يحذر ما صنعوا الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام من تشييد الجبال والقبور وقع على صوفية يوميا قبة في قبة قبة في الشكاريب وقبة في الفير وقبة. والسودان فيه أكثر من 5000 قبة. السودان أكثر من 5000 قبة. هذه شيدت لمحاربة المولى جل جلاله وعمر سلطان. وما يجوز تبليغ على قبر وما يجوز تطوف بلا قبر وما يجوز تضبح في قبر وما يجوز تسيب تراب القبر وما يجوز تدعو صاحب القبر. ده كله عند الصوفية. كله عند الصوفية موجود. دعاء الأموات والتوافق القبور والدفع عند القبور والتبرك بالقبور كل هذا موجود عند الصوفية الضلال الذين هم
يعني في فهمهم اقل من الحيوانات. وطيب ما لقينا يوم حمار لا في نبي قبل، ما لقينا حيوان معلق حجاب، ما لقينا كديسة بالتالي يا ابوي الشيخ تنحلو تنجلي، لكن ده نوع الصوفية. تبعنا الصوفية ربنا قال، عشان كده لما يتكلم عن المشركين ربنا قال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أم يعقلون، ربنا قال إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ده أقل درجة من البهائم، الذين يدعون غير الله والذين يذبحون لغير الله والذين يتوكلون على غير الله والذين يطوفون بغير بيت الله أولئك أقل درجة من الحيوانات. والله أقل من الكدائس وأقل من البهائم وأقل من الغنم وأقل من الحصين. الحصين أحسن من ذلك، لأنه ذلك ما قدر الله وما عظموه. ربنا قال وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. كلام يطول، إذا ما تضمر في الأجان نأتي ونتكلم في وقت الحديث، نقدم قول محدية إن شاء الله. السلام عليكم.